أهلا بكم أعزائي الطلاب في السلسلة التعليمية لمادة الجغرافيا الصف الثامن. الأنشطة الاقتصادية، استثمار للموارد الطبيعية. سنتحدث في هذا الدرس عن: أولاً، الموارد الطبيعية. ثانياً، الأنشطة الاقتصادية. الزراعة وتربية الحيوان. الثروات الباطنية والصناعة. التجارة والمواصلات. أدى تنوع المناخي والتضاريس في أمريكا الشمالية إلى تنوع مواردها الطبيعية، وبناء عليه تنوعت وازدهرت الأنشطة البشرية من زراعة وصناعة وتجارة، وأثر العلم في كل ذلك ليجعل من القارة مصنعاً كبيراً سوقه العالم. أولاً، الموارد الطبيعية. تتكامل الأنشطة البشرية في أمريكا الشمالية فيما بينها، ولكن تنوعها واستمرارها يرتبطان بتنوع مواردها الطبيعية واستمراريتها. تمتلك أمريكا الشمالية موارد طبيعية متنوعة، منها موارد متجددة ذاتياً لا تتعرض للنضوب إذا استغلها الإنسان بشكل مدروس كالتربة والثروة السمكية، ويعود هذا لاتساع المناطق الخصبة التي تسمح باتباع الأساليب العلمية الحديثة كتحسين الأنواع ومكننة الزراعة. وهناك موارد غير متجددة، ما يؤخذ منها لا يعوض، كالفحم الحجري والغاز الطبيعي والعديد من المعادن، بالإضافة إلى النفط، حيث تمتلك القارة ثاني أكبر احتياطي في العالم. وتقوم على هذه الموارد بنوعيها مهن الإنسان المختلفة من زراعة ورعي وصيد وتعدين وغيرها. ثانياً، الأنشطة الاقتصادية. تتصدر أمريكا الشمالية الاقتصاد العالمي، ويمتد نشاط مؤسساتها إلى قارات أخرى، كل ذلك عن طريق تنوع مواردها واستخدام الأساليب العلمية في القطاعات جميعها. الزراعة وتربية الحيوان. أمريكا الشمالية قارة صناعية، إلا أن دورها في الزراعة العالمية بارز جداً. تتنوع المنتجات الزراعية في أمريكا الشمالية لتنوع أقاليمها المناخية، وتعد القارة من أهم المراكز العالمية لزراعة الحبوب التي تتركز في السهول الوسطى، حيث تنتج نصف الإنتاج العالمي من الذرة الصفراء وخمس إنتاج القمح، ومن الحاصلات الصناعية تنتج ربع إنتاج القطن العالمي. كما تشكل منطقة السهوب إقليم البراري مراع طبيعية لقطعان الأبقار والأغنام التي حلت مكان الحيوانات البرية بعد تعرضها للصيد الكثيف كالجاموس البري البيزون. وتضم القارة مزارع حديثة لتربية مختلف أنواع الحيوانات الداجنة، محققة بذلك فائضاً في الإنتاج الزراعي والحيواني عموماً. ويعود هذا لاتساع المناطق الخصبة التي تسمح باتباع الأساليب العلمية الحديثة كتحسين الأنواع ومكننة الزراعة.
السؤال صح أم خطأ؟ تشكل الغابات ما نسبته 45% من مساحة قارة أمريكا الشمالية. الثروات الباطنية والصناعة. تعد أمريكا الشمالية غنية بثرواتها الباطنية التي يتركز استثمارها في المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى منطقة البحيرات العظمى، حيث تعد الثانية بإنتاج الفحم والثالثة بإنتاج النفط والغاز، إضافة إلى غناها بمعادن عديدة كالنحاس والحديد، كما أنها الأولى بإنتاج الكهرباء، حيث تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على الطاقة الكهرومائية. وعلى الرغم من هذا الغنى بالثروات، فالقارة تسعى للحصول على المزيد منها لرفد صناعتها المزدهرة كصناعة الحديد والصلب والآلات ووسائط النقل والصناعة الإلكترونية، مسخرة مراكز البحث العلمي لتطوير هذا القطاع بشكل مستمر، مما حقق لمنتجاتها المتنوعة انتشارا فاق حدود القارة. سؤال صح أم خطأ؟ تشكل الغابات ما نسبته 45% من مساحة قارة أمريكا الشمالية. الجواب خطأ. التجارة والمواصلات. تتمتع أمريكا الشمالية بعلاقات تجارية قوية مع القارات جميعها، فالتجارة تصرف فائض الإنتاج الصناعي المتنوع وتلبي حاجته المتزايدة للمواد الأولية والطاقة، وتمتلك القارة شبكة واسعة حديثة للمواصلات تتركز في الجزء الشرقي منها، وتقل كثافتها في أقصى شمالها وفي المناطق الجبلية. وقد ساعد وجود مثل هذه الشبكة المتطورة على إعمار معظم أراضي القارة واستثمار مواردها وخدمة تجارتها. سؤال الحلقة: ما هي أهم المنتجات الزراعية في قارة أمريكا الشمالية؟ ما هي أهمية التجارة بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية؟ تصرف التجارة فائض الإنتاج الصناعي المتنوع وتلبي حاجاته المتزايدة للمواد الأولية والطاقة. علل: تحقق قارة أمريكا الشمالية فائضاً في الإنتاج الزراعي والحيواني بسبب اتساع المناطق الخصبة التي تسمح باتباع الأساليب العلمية الحديثة كتحسين الأنواع ومكننة الزراعة. أكمل ما يلي: تعد قارة أمريكا الشمالية غنية بثرواتها الباطنية، فهي الثانية بإنتاج وبإنتاج النفط والغاز. تعد قارة أمريكا الشمالية غنية بثرواتها الباطنية، فهي الثانية بإنتاج الفحم والثالثة بإنتاج النفط والغاز. جواب سؤال الحلقة السابقة: ما هي أهم المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في قارة أمريكا الشمالية؟ الجواب: ترتفع الكثافة في المراكز الصناعية والتجارية، كما في شرق القارة التي تعد أماكن الاستيطان الأولى
والبحيرات العظمى وسواحل المحيط الهادي. وبهذا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم. للاستفسار عن أي معلومة أو فكرة تواصلوا معنا عبر العناوين التالية: دمتم بخير والسلام عليكم.